إنما في نفس الوقت وبالتوازي لازم الشعب المصري يفهم إن حل طويل المدى مستدام لابد أن يكون عن طريق توافق وطني. زي ما قلت هذا الكلام بالنسبة لقواعد الحزب الوطني، بقول نفس هذا الكلام بالنسبة لقواعد الإخوان المسلمين. لا يمكن أن يكون هناك حل هيقوم على الإقصاء، لازم نفهم هذا. هناك حل دلوقتي احنا بنتكلم ان قواعد الإخوان المسلمين وقواعد الحزب الوطني، ليس قادة الإخوان المسلمين او المسؤولين سياسيا وجنائيا، وليس قادة الحزب الوطني مسؤولين سياسيا او جنائيا. بالطبع لا، ولو هناك جرائم، ده قلنا هذا الكلام اكثر من مره وكررنا انا والرئيس ورئيس الحكومه وكل هذا، اذا كان في هناك جرائم حقيقيه، جرائم ماليه، جرائم قتل، لابد هناك قصاص.